اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر تقوم بمشروعات قوميه كبرى في اطار خطه متكامله لتنميه القطاع الزراعي بصوره مستدامه، وذلك بهدف العمل على تحقيق معدلات اعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجيه وسد فجوه الغذاء وخلق فرص عمل جديده للشباب. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع مدير عام منظمه الاغذيه والزراعه التابعه للامم المتحده فاو، وذلك على هامش انعقاد الدوره 74 للجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك. وأشار مدير عام منظمة الفاو إلى أن أجهزة المنظمة تتابع النشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية. على هامش انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة الفاو في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدما في المجالات كافة والتي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية، لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.